السلام عليكم. الخبر المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي في الكام ساعة الأخيرة، الخبر اللي نازل بيقول مراتك المدرسة اتأخرت بره البيت، كيف تخلص مهندس من زوجته في الشرقية؟ الموضوع ده على فكرة محصلش الأيام اللي فاتت، ولكن تصدر المشهد بتاعه أو تصدر الخبر ده تاني أو مرة تاني على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وكل الصحف الإلكترونية. الخبر زي ما قرناه لكم، الضحية عندها حوالي 28 سنة، شغالة مدرسة الشرقية. الزوج أو الجاني عنده 35 سنة، بيكبر عن زوجته بحوالي 6 سنين تقريبا، من 5 أو 6 سنين. المهم الزوج ده قاعد في المملكة العربية السعودية، شغال مهندس هناك. في الوقت ده قرر أنه هو يتجوز بواحدة من جيرانه في نفس المكان اللي هم عايشين فيه. كان في الأول رفض من قبل أهل الزوجة، ولكن بعد إصرار الزوجة وبعد ما قالت لهم إن الراجل ده كويس وسمعته حسنة، وأنا سمعت عليه الكلام ده كله، في المجمل وافقت العيلة إن هي تتجوز من المهندس ده. بعد ما اتجوز على طول، وبعد ما اتجوزته سافر على المملكة العربية السعودية، كان شغال في شركة محترمة مهندس هناك. في الوقت ده كانت كل يوم والتاني بيتكلموا، مفيش أي مشاكل، بيتكلموا فيديو كول، بيتكلموا تليفونات، المهم ما بيسيبهاش لحظة واحدة. حتى البيت بتاعه كان في نفس بيت العيلة، يعني الشقة السكنية بتاعته كانت في بيت العيلة اللي عايش فيه ابوه وامه واخواته. البيت عن البيت حوالي 200 متر، يعني بيت المدرسة بيت اهلها وبيته هو كمان او البيت اللي هي عايشة فيه حوالي 200 متر، يعني مسافة بسيطة، دقيقتين او ثلاثة مش بتبقى في بيت اهلها. اتعودت على طول ان هي كل يوم والتاني تروح تقعد في بيت امها وفي بيت ابوها، تقعد فترات طويلة تقعد فترات قليلة ايا كان، هي بتستأذن من جوزها وبتروح تقعد عند اهلها فترات طويلة، ولكن ما بتبيتش هناك. المهم الزوج بعد فترة معينة الشركة اللي في السعودية قفلت، وقررت ان هي تمشي المهندسين كلهم المتواجدين المصريين في الوقت ده. جه عاش بعد كده على طول في مصر في الشرقية في المكان بتاعه. بعدها بدأت هنا تدب الخناقات والمشاكل. الزوج طبعا حاسس ان الدنيا مقفولة عليه في مصر، مفيش شغل كتير، ولكن لقى في الاخر شغل في احدى الشركات الخاصة كمهندس. المهم الام كل شوية كانت تتصل بيه وتقول له مراتك بتأخر كتير قوي عند بيت ابوها. الزوج ما كانش مدي اي وجع دماغ في حاجة زي كده، مفيش مشكلة ان الزوجة تروح وتيجي، وخصوصا ان احنا زي ما قلنا 200 متر هي المسافة اللي ما بينها وما بين بيت اهلها. لغاية لما في يوم هو كان مخنوق على الاخر، والام اتصلت بيه بتقول له مراتك مؤخرة بره، كل ده عند بيت ابوها وامها، شوف مراتك كانت فين. المهم رجع على طول كان شايط، بدأت الخناقة ما بينهم هما الاثنين، كنت فين، اتأخرت ليه، عملت ايه، سويتي ايه، بالرغم ان كان في تفاهم وود وحب ما بينهم كلهم، وفي كمان وجود اطفال صغيرة ما بينهم هما الاثنين. الزوجة قالت له انت كنت عارف ان انا كنت فين وباجي فين وبروح فين، ده هما كلهم فردة كعب وببقى في بيت امي او اهلي وما بعملش حاجة الا انا بقعد هناك شوية وباجي، انت اخرتي، انت ما اخرتيش، كنت فين غير كده. المهم بدأ الشك يقول في دماغ زوجته ان هو بيشك فيها. بدأت الخناقة ما بينهم بطريقة كبيرة. في الوقت ده اتخانقوا هما الاتنين، زقها اتخبطت في الحيطة عن طريق الخبطة الجامدة، وقعت على طول جثة هامدة. في الوقت ده حاول ان هو يتخلص بالجثة، ولكن هو مش متعود على حاجة زي كده او ما يعرفش يعمل حاجة زي كده. الام ساعدته وقالت له احنا هنتصل بالشرطة وهنتصل بالنجدة وهنتصل بالاسعاف، على اساس ان الزوجة اتخبطت او وقعت من مكان عالي مرتفع، وقعت ميتة على طول. بالفعل عمل كده، الشرطة جت، رئيس المباحث جه، شافوا الموضوع، ولكن بنته الصغيرة سمعها رئيس المباحث وهي بتقول بابا كان بيضرب ماما. في الوقت ده ضيق عليه الخناق رئيس المباحث لغاية لما اعترف له الاعتراف الكامل، قال له احنا عملنا مشكلة معينة، خلافات زوجية او خناقة معينة، بعدها على طول زقتها، ضربتها، اتخبطت في الحيطة، نزلت ميتة، ما عرفتش اعمل ايه، عشان كده انا قلت ان هي وقعت من مكان مرتفع. الزوجة على فكرة خد 7 سنين ضرب افضل للموت، يعني في المجمل القضية دي حصلت حوالي 15 سبتمبر 2019، وبعدها على طول الحكم كان بفترة قريبة او بفترة كانت بعدها مش بعيدة، وخد 7 سنين الحكم بتاعه بعد ما قتل مراته
الحكم بتاعه 7 سنين ضرب أفضى إلى الموت. المهم الزوج لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي على حد القول من جيرانه وصحابه ان هو في حالة نفسية سيئة بسبب اللي هو عمله. خلص الموضوع، والموضوع ده اللي منتشر في الفترة دي او في الساعات الاخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، اللي احنا بنأكد لكم ان الموضوع ده حصل في 2019 ما حصلش 22، والحكم بتاعه زي ما قلنا كمان خلص وقلنا لحضراتكم عليه. هنتكلم على كام نقطة معينة. 1، الشائعات اللي بتكتر عن طريق القهاوي وعن طريق قعدات المصاطب، يعني كل واحد فاضي هو والناس اللي معاه صحابه ستات او رجالة بيقعدوا وبعدها على طول بيفضلوا يطلعوا الاخبار، كلها اخبار بتبقى غلط في غلط، كلها شائعات، ولكن الشائعات دي ساعات بتضر بسمعة ناس وبتضر بازواج وزوجات، وكل المواضيع بتبقى زي ما بنقول قعدة مصاطب. في الوقت ده غير موضوع الشائعات، كمان بتلقى الستات الكبار في السن وتحديدا القرى والارياف كلهم قاعدين بره البيت بتاعهم وبيحكموا العالم وبيقولوا الاخبار كلها اللي بتحصل في العالم بناء على تفكيرهم ودماغهم والقعده المتسلطنه ما بينهم وبين بعض. كل ست كبيره في السن، كل راجل كبير في السن قاعد قدام بيته رافع الجلابيه والست قاعده بتشرب كوبايه الشاي، وفي الوقت ده كله بيحكموا العالم كله بالاخبار بتاعته. يعني الشائعات ملهاش اي لازمه في الدنيا. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، بيت العيله بيت مقدس مفيش اي مشكله، ولكن وجود الحما او الام معاهم في حاجه زي كده بنقول لحضرتك خلي بالك من اهل بيتك، ما تبقيش انت السبب ان ابنك او بنتك يخربوا على نفسهم بنفسهم. يعني خليكي في حالك وهم كمان خليهم في حالهم. خلي البنت او خلي مرات ابنك قاعده في بيتها مالكيش دعوه بيها، تاكل تشرب تعمل تسوي لما تنزلك او لما تجيلك هنا في كلام تاني، لكن غير كده كل واحد عايش في بيته. دي الموضوع التاني. النقطة التالتة، بالفعل انت ممكن حضرتك تكون جاي من السعودية والدنيا كانت متقفلة بالنسبة لك، وهناك كنت بتاخد رواتب كبيرة وهنا في مصر بعد كده بتاخد رواتب اقل. ما تخليش النفسية بتاعتك تأثر على زوجتك او ولادك، وفي الاخر ده اللي حصل. نقطة اخيرة هنتكلم فيها الا وهي السم في العسل، بمعنى ان ممكن الام، الحما، الاب، الاخوات، الجيران، الاهل، ايا كان، مراتك كويسة بس ما نعرفش بنتروح فين وبتيجي منين. يكفي الكلمة دي ان هي تقتل كرامة اي واحد، ويكفي الكلمة دي ان هو يشك في مراته 100%. خلي بالكم من المواضيع اللي زي كده اللي ملهاش اي تلاتة لازمة في الدنيا. خلي كل واحد قافل على باب بيته وعايش حياته مع نفسه. خليكم محترمين، خليكم مهذبين، داين تدان، زي اللي عملتوه في الست دي رحمة الله عليها وقلتوا عليها كلام ما حصلش فيه اي حاجة في الدنيا هيحصل في ولادكم وفي اقرب الناس ليكم. في المجمل زي ما قلناها وبنقولها تاني، داين تدان. ده الخبر اللي كان نازل على وسائل التواصل الاجتماعي، المهندس اللي قتل مراته تحديدا في الشرقية. بنأكد لكم ان الخبر من 2019 وتصدر تاني المشهد في 22، والحكم بتاعه كان 7 سنين رحمة الله عليها.